من لندن ينضم إلي عبر خدمة سكايب دكتور عمار بجبوج، أستاذ القانون الدولي بجامعة كينغز كوليدج. مرحبا بك دكتور عمار. يعني كيف سينعكس قرار الخارجية بتقليص المساعدات الدولية اليوم على جهود الإغاثة في العالم العربي؟ مساء الخير بداية لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنه هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق لكي يخفض المانحون وخصوصا بريطانيا، يعني مستوى سوريا من أولوياتهم، وقطع الدعم الآن سيكون يعني أعتقد مزعزعا للاستقرار وستكون خطوة خطيرة في الاتجاه الخطر. يعني نحن نعلم أن أرقام الأمم المتحدة اليوم تقول أن هناك 9 من بين 10 أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأصبحت حتى قيمة الليرة السورية هي 1% مما كانت عليه قبل الحرب، مما يصعب على السوريين تغطية الثمن الأساسي وارتفاع أسعار الطعام أيضا بنسبة 200%، وهذا يعني سيشكل خطر اجتماعي وخصوصا على الأشخاص الموجودين في المخيمات. بريطانيا هي المانح الأكبر الذي يهدد بقطع تلك المساعدات الإنسانية التي عادة ما تذهب لمساعدة اللاجئين، تعليمهم، توفير السكن والوظائف، برامج دعم الأسرة، تمكين المرأة في المخيمات عبر الحدود في لبنان وتركيا. يعني نحن لو استذكرنا في عام 2014 لم يتم حصول اللاجئين في تلك البلدان على الدعم المناسب لهم ولأطفالهم من المسكن والمشرب والمأكل والطبابة، فأدى ذلك إلى موجة ضخمة طبعا في العامين التاليين في 2015 و2016. فهذا الكارثة التي قد تحصل موجة لجوء جديدة إلى أوروبا في حال يعني أصرت الدول الكبرى المانحة على وقف تحصيل هذا الدعم. يعني سوف نشهد موجة، لأن الأسر بكل الأحوال سوف تسعى لإيجاد البديل لتعيل يعني أطفالها دكتور عمار، وهل وذويها. من سبل لتحدي هذا القرار والحول دون تنفيذه؟ الحل الوحيد هو عبر البرلمان، عبر الوسائل القانونية، وعبر أيضا يعني إرسال رسائل واضحة للحكومات وخصوصا الحكومة البريطانية بأن العواقب التي سوف تكون لمثل هذه القرارات سوف تكون على أوروبا بالدرجة الأولى وبريطانيا أيضا بدرجة كبيرة، لأن طبعا جميع اللاجئين الذين سوف ينقطع عنهم هذا الدعم سوف يسعون لإيجاد بديل من خلال الوصول إلى أوروبا. ماذا عن منظمات الإغاثة؟ هل من بدائل لديها؟ منظمات الإغاثة سوف تسعى إلى موضوع فقط جمع التبرعات من خلال ربما من خلال الحملات الدعائية، من خلال التواصل مع الدول والمانحين وغيرهم، لكن كل ذلك طبعا نحن يعني الهيئات الإنسانية لا تستطيع لوحدها دعم اللاجئين او دعم الاشخاص المتضررين من هكذا قرارات. يعني نحن مثلا اذا تحدثنا عن برنامج تمكين المراه ودعم الاسره في المخيمات وفي بعض المناطق داخل سوريا، كلها مموله بشكل كبير من قبل بريطانيا تحديدا وبعض الدول المانحه. في حال توقف هذا التمويل لن يؤدي الا الى اضعاف المراه اجتماعيا واقتصاديا، الى مزيد من الضغط على المراه، والى ايضا تفكك تلك الاسر، مما سوف يضطر الاطفال الى ترك مدارسهم واللجوء الى العمل لدعم اسرهم، وهذا سوف يؤدي الى نتائج خطيره على المدى البعيد. ما الدور الذي يمكن أن تقدمه الدول الأخرى دكتور عمار بهذا الشأن وبهذا التوقيت؟ الدول الأخرى يعني هو كل دولة الآن تساهم بحسب إمكانياتها في دعم في 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 تمويل برامج التنمية والإغاثة، لكن دائما الكاهل الأكبر يقع على الدول الكبرى، الدول الممولة الكبرى. يعني نحن نعلم أن في الحالة السورية في مخيمات اللاجئين في تركيا في لبنان وحتى في الداخل السوري في بعض المناطق التي طبعا خارج عن سيطرة النظام السوري، الدعم لتلك الأفراد أو الأسر تأتي من خلال الدول الكبرى، وبالتالي في حال توقف هذا الدعم سوف يؤدي إلى نتائج كارثية. هذه النتائج لن يتأثر فيها فقط الأشخاص الذين توقف الدعم عنهم، لكن أنا أعتقد قد ينعكس على المدى البعيد على الدول الأوروبية، لأن موجة لجوء جديدة في حال توقف هذا الدعم سوف تتأتى من خلال ذلك، موجة لجوء إلى أوروبا. من لندن دكتور عمار بجبوج، أستاذ القانون الدولي بجامعة كينغز كوليدج، شكرا جزيلا لك.